بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟ هل هي واجبة أم مندوبة؟ لأنه عندنا الإمام يقوم بإعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة ويقول خوفا من قبول صلاة الجمعة، وذلك لعدم توفر جميع أركان الجمعة. أفيدونا أفادكم الله. إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة أمر محدث لم يكن في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد تابعين لهم بإحسان، والجمعة تكفي عن الظهر وهي فرض الوقت، فلا يجوز أن يجمع بينهما. الله فرض علينا 5 صلوات في يوم الجمعة وفي غير الجمعة. في يوم الجمعة 5: الفجر والجمعة والمغرب والعشاء، هذه 5: الفجر والجمعة والعصر والمغرب والعشاء، 5 فروض. فإذا صلى ظهرا بعد الجمعة فقد زاد 6، فلا وجه لذلك، هي بدعة. ابن باز رحمه الله.